انا نفورمي لا بيس تاعنا نكملوها دوكا يتبان شغل بو باليد من بعد سي هذا نمشينو بيه. يعني الستاج تاعو كاش تحت عامين دو زاني يفهم لو سونتراج يفهم كيف يطلع انسيلان ومن بعد ملي بدا لي فورم سي وقت كبير. معهد المدية اللي يكون الاساتذه في كل ميادين منهم اساتذه الرسم، وهذا ساعدني باه نكون كما قلت انت مدرسه غير تشوفي صحن مرسوم بالخط العربي او الزغربي عرفي بلي من مدية. كي يقولوا لك تعرفي ولد رامول ولا يعرفوا ايه ولد رامول هذيك اللي يخدم الصحون، تسمي ولات الصحون ينسب للمدية. تسكتي المدية وتشوفي الخط العربي داروه في الصحون والزخرفة الإسلامية وطابع شوية تركي ثاني أندلسي، لأن المدية فيها الأندلس الأتراك أثروا على الثقافة نتاعنا. اللمسة هذيك تشوفيها عند المدنة في الخزاف الفني، ومع هذا ولات شغل كما تقول هي مدرسة المدية في الخزاف الفني. الألوان ثاني مستلهمة من الطابع التركي. أول اللون اللي نديرو أنا هو اللون الأزرق. نحن عندنا خطاطين، يوسف فخار خطاط، قرب بن وعدزة خطاط، دوخ عبد الغني خطاط، خالد بوهدة خطاط، خطاطين بارعين. المعرض الجزائري للخازف الفني هي عملية تدخل في إطار نشاطات الثقافة. المعرض مقسم إلى مواضيع وقاعات، عندنا القاعة الأولى اللي سميناها قاعة البدايات اللي تضم أصل العامل الفخار أو الطين. القاعة الثانية اللي رانا فيها هي تضم الأشكال والأحجام، وهي قاعة اللي فيها التحف التزيينية والتحف المنزلية أو المكتبية. القاعة الثالثة وهي القاعة اللي عليها تركيز كبير وهي قاعة المربعات أو الزليج. مشاركين رانا في حوالي 60. الطبعات الأولين اللي كانوا فيها الخزافيين بعد ما عودنا التقيناهم شفنا تلك ملاحظات. الأولى فرحة الفنانين، ثانيا تطور العامل بسبب الاحتكاك السابق، تطور رهيب. أنا شخصيا كنت جد مندهش من الشيء اللي عاود شفته هذا السنة. الحاجة الثالثة اللي تفرح أنه عاودنا تلاقينا مع الأستاذ والتلميذ وتلميذ التلميذ.